كشف باحثون يابانيون عن ضرر جديد يسببه التدخين للسيدات الحوامل، وهو فقدان السمع لدى الجنين والطفل. وبهذا الضرر يأتي التدخين بأنواعه المختلفة في صدارة الأعداد القاتلة للحامل حتى وإن كان تدخينا سلبيا. تدخين الحامل يسبب فقدان السمع لدى الأجنة وحديثي الولادة. تحذير أطلقه باحثون يابانيون لتسليط الضوء على العلاقة بين تعرض الأجنة لدخان التبغ والإصابة بضعف السمع، وهي علاقة كانت المعلومات بشأنها قليلة. وفي هذه الدراسة فحص الباحثون بيانات أكثر من 50,000 طفل ولدوا بين عامي 2004 و2010 في مدينة كوبي اليابانية. وفي الدراسة عرض الباحثون 4% من هؤلاء الأطفال للتدخين أثناء الحمل أو بعد الولادة، ثم أجريت اختبارات السمع عليهم عندما بلغوا عمر الثالثة وتبين إصابتهم جميعا بضعف السمع. الدراسة توصلت أيضا إلى أن نسبة احتمال الإصابة بضعف السمع عند التعرض للدخان أثناء الحمل تصل إلى 68%، بينما بلغت النسبة 30% عند استنشاق دخان التبغ. وعند تعرض الأطفال للدخان في المرحلتين يصل احتمال الإصابة بضعف السمع إلى 2.5 مرات مقارنة مع الأطفال الذين لم يتعرضوا للدخان. وبهذه الدراسة يزداد التأكيد على أن السجائر هي المؤثر السلبي الأول على الأجنة، كونها تحتوي على مواد كيميائية شديدة الخطورة تسبب السرطان بشكل مباشر. وعند دخول هذه السموم إلى جسم الأم يمتصها الطفل مع الأكسجين والغذاء الذي يستهلكه من جسمها. معنا من دبي اختصاصي طب الأطفال في مستشفى الزهراء دكتور خالد أحمد حسنين. أهلا بك دكتور خالد معنا في سكاي نيوز عربية. هذا الموضوع دائما مثير للجدل، وعندما تكون هناك مرأة مدخنة ويعني تصبح حامل أثناء فترة الحمل يعني تطرح دائما مبرر لنفسها وتقول والدتي كانت تدخن وأنا حامل وأنا ما مالي شيء، يعني ربما في اعتقاد خاطئ حول موضوع التدخين. هل لك أن تصحح لنا ما هو التغير الذي يجري لدى المرأة الحاملة حامل والمدخنة في نفس الوقت؟ صباح الخير يا فندم وعلى المشاهدين كلهم. صباح النور. مبدئيا طبعا الناس بتقلل جدا من اهميه من ضرر التدخين على 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 صحه الناس بصفه عامه، وخصوصا المرأة الحامل. طبعا التدخين اللي ما يعرفش فيه اكتر او سيجارة او الشيشة او فيه اكتر من 4,000 مادة سامة، اللي من اهمهم حاجتين بيسميهم مادة اسمها النيكوتين ومادة اسمها اول اكسيد الكربون. بإيجاز بسيط النيكوتين بيقلل تدفق الدم للانسجة عموما، يعني سواء للجنين للام لاي حد، و اول اكسيد الكربون بيقلل الاكسجين الواصل للانسجة. فطبعا لك ان تتخيل ان اي عضو في الجسم ما بيوصلوش لا دم كفايه ولا اكسجين كفايه. بالنسبه للمشكله بتبقى اكتر في الام الحامل، لان ده بيأثر على الجنين بشكل مباشر. تخيل حضرتك كل اسبوع او كل يوم او كل شهر الاعضاء كلها بتنمو، وكلها بتنمو بسرعه سريعه جدا، وكل الخلايا دي معرضة للتدخين للمواد دي كلها. لماذا هذه الدراسة تتحدث فقط عن السمع دكتور خالد تحديدا؟ لماذا حصلت ذلك بهذه الحاسة؟ لأن هم كل يوم بيكتشفوا جديد حضرتك، يعني قبل كده ما كانش حد يتكلم عن علاقة السمع المباشرة، علاقة الجنين في بطن أمه بالسمع. قبل كده الدراسة دي كانت معمولة للناس اللي هم الكبار، فوجدوا ان التدخين بيؤثر بطريقة ما على السمع لدى الكبار، فقالوا جربوا على اللي هم النساء الحوامل والاطفال اللي هم لسه لم يولدوا بعد. قالوا يعملوا الدراسة دي، وبعدين احنا كل يوم بنكتشف جديد من اضرار التدخين. طيب دكتور، الدراسات ايضا تجمع على ان التدخين يؤثر بشكل سلبي حتى على الأطفال بعد ولادتهم، يعني ليس فقط الأجنة في بطن الأم الحامل. يعني هل يختلف هذا التأثير حسب الفئات العمرية؟
هو طبعا كل ما كان الجسم في طور النمو، وده اسرع حاجة بنشوفها الجنين في بطن امه لانه بيتكون كلية، وطبعا الاطفال اكثر عرضة وبعد كده الكبار. طيب دكتور، خلال فترة الحمل ايضا قد يتسبب التدخين بمشاكل أخرى، يعني ليس فقط السمع، أيضا يعرض الحامل لولادة مبكرة وغير ذلك. يعني ما هي الأضرار الأخرى التي قد تلحق بالجنين بعد ولادته نتيجة التعرض للدخان؟ والله يعني أثناء الولادة بنشوف حاجة، إحنا في شغلنا بنشوف طفل مثلا بيتولد 9 شهور ووزنه أقل من الطبيعي، وفي اطفال بيتولدوا قبل ميعادها وبيحتاجوا عنايه مركزه وحاجات كتير وبيحصل لهم مشاكل بعد كده، وفي اطفال للاسف ساعات بيموتوا قبل ما يولدوا، يعني بي 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 بيتم ولادتهم اموات. فده طبعا مرتبط ببعض مشاكل التدخين اثناء الحمل. الحاجه الثانيه ان هو بعد الولاده في حاجه اسمها بعد اسابيع من الولاده عرض الموت المفاجئ، ان فجأة كده بنلاقي الطفل من غير اي سبب بيتوفى في الحال، ودي بنشوفها كتير برضو. فوجدوا علاقة بين التدخين وبين الموت، عرض الموت المفاجئ اللي هو بيحصل بعد اسابيع يمكن بالكتير على 2 أو 3 شهور بعد الولادة. طيب دكتور، الى اي مدى هذا يغير اليوم او يجب ان يغير من سلوك المرأة قبل الحمل، مبدأ التخطيط؟ يعني لربما كمان في عالمنا العربي مبدأ البركة هو يعني مبدأ سائد بشكل كبير في الدول العربية، لا يوجد هناك تخطيط، لا يوجد هناك ترتيب ليوم معين، لتاريخ ولادة معين، لجاهزية المرأة للحمل، الأب، العائلة، اقتصاديا ماليا وكل هاي الترتيبات. فلا تبدأ المرأة بالتفكير بأن تترك الدخان أو التدخين أو تتوقف عنه على الأقل لفترة معينة، إلى أي مدى على هذا يجب أن يتغير على الأقل دكتور؟ والله بصراحة يعني أنا بنصح أي أم أنها تفكر، يعني اللي نفهمه أن أي إنسان فينا ممكن يضر نفسه، إنما يعني هو حر، يعني إنما لما تفكر هي كأم أو قبل الحمل أنها هتضر أعز ما لديها، أعتقد ده ممكن يكون بداية المسار. واعتقد انها ممكن تاخد القرار ده، لو هي مش قادره ممكن تلجا في اختصاصيين بيساعدوا الناس ان هم يقلعوا عن التدخين. فهي لو حطت الكونسبت ده في راسها، انها يعني الطفل جاد اعز ما تملك، وممكن هي تستعين باطباء، ممكن تستعين برضو بذوي الثقه، يعني الناس اللي بتثق فيهم، وتكون مثلا صحبه غير مدخنه، لان طبعا كما هو متفق عليه اي حد بيدخن وجنبيه حد بيدخن او يعرف حد بيدخن صعب ان هو في الوسط ده ان هو يبطل تدخين. اللي طبعا بالاضافه للمتابعات العاديه اللي هي ان ممكن زياره طبيب النساء وطبيب الاطفال قبل التخطيط حتى للحمل، بحيث يعني اي حاجه بتدور في راسها بخصوص التدخين وعلاقته بالطفل القادم والكلام ده كله وازاي نخطط لده. طبعا في وسائل مساعده كتير، بس اهم حاجه انها تحاول انها تقرر وتحط ده في دماغها. طيب الآن نرى هناك توجه يعني للأرجيلة أو ما يعرف بالنرجيلة التي باتت عادة منتشرة إلى حد كبير، يعني إذا ما كنت غير مدخن هناك أيضا التدخين السلبي الذي تعاني منه إذا ما كنت موجودا في مطعم أو في أي مكان عام آخر. يعني هناك أشخاص يعتقدون أن التأثير ليس بتأثير السيجارة وربما هو أكثر، يعني هل لك أن تحدثنا عن ذلك بعض الشيء وأيضا عن نسبة استنشاق الجنين والأطفال لهذا الدخان؟ هو طبعا الناس يعني بتعتقد ان الارجيله حاجه يعني حاجه بسيطه وابسط من السجاير، بس طبعا ده اعتقاد موجود، حتى اللي بيفكر يبطل سجاير بيقول طب انا اروح للارجيله. طبعا هو ده خطا شائع، لان الارجيله زي ما بيقولوا مثلا يمكن هي ما فيش طبعا دراسات بتدي ارقام يعني ثابته، بس هي اضعاف مخاطرها اضعاف السيجاره نفسها، والمواد اللي فيها يعني فيها مواد اكثر سميه من السيجاره، وفيها مواد كيميائيه زي الجليسرين وحاجات سيئه جدا. ده بالنسبه كمقارنه، لو حابين نعمل مقارنه الاثنين، واحد يعني حاجه سيئه وحاجه اسوأ. الحاجه الثانيه بالنسبه في حاجه اسمها التدخين السلبي،
ان طبعا اي انسان لما بيتعرض للتدخين مش شرط يكون بيدخن بيصاب او بيتعرض لما يتعرض له الانسان المدخن. طيب الجنين في بطن امه او الطفل الصغير طبعا موجود في البيئه دي. طب الجنين في بطن امه هو جزء من الموضوع، لان هو بيتعرض عن طريق تعرض الام، ما هو في الاخر التدخين ده بيوصل لدم الام، دم الام ده عن طريق المشيمه بيوصل لدم الطفل، بيوصل لخلايا الطفل، لاعضاء الطفل، فالطفل يعني جزء لا يتجزأ وما فيش اي فاصل بينه وبين الام. ولكن قد يقع هناك مسؤوليه كبيره على عاتق الاطباء في بعض الاحيان دكتور. انا شاهدت حالات كثيره يعني، والطبيب في بعض الاحيان يقول للمراه يعني لا يوجد مشكله ان قمت بتدخين سيجاره واحده في اليوم، يعني او سيجارتين في اليوم ثم تتوقفين يوم وتعودين مره جديده وتكررين العمليه. يعني الاطباء ايضا يرون بانها نسبه قليله او يعزون ذلك ويقولون بانه يعني بحسب الاتحاد الدولي بانه اذا كنت تقوم بالتدخين باقل من 9 سجائر يوميا فهذا لا يؤثر على جسمك. يعني ايجاد مبررات مره جديده ويحاولون الابقاء او تقليل ربما من الخطوره وعدم محاوله ايقاف التدخين بشكل عام. خلينا نوسع الدكتور الموضوع في الدقيقه الاخيره المتبقيه الى مرحله ما بعد الولاده. يبقى القلق على الجهاز التنفسي على الطفل بشكل عام، يعني في الجهاز التنفسي العلوي كبير جدا. البيئه التي يوضع فيها الطفل اليوم، في سجاد في البيت، في مكيفات، في مؤثرات اخرى ايضا قد تؤذي الطفل، كيف يمكن التعاطي معها لدى فتره الولاده او الاسابيع الاولى من الولاده؟ والله في طبعا بيفضل تكون درجه حراره التكييف درجه عاديه ما فيش هواء مباشر. لو في سجاد بوبر يفضل يعني يمنع او يستخدم يعني وسائل اخرى. لو في مثلا بالمره لو في طيور في البيت مثلا او حيوانات اليفه يستحسن تكون بعيده، لان بيطلع منها ريش وحاجات صغيره جدا تكاد لا ترى، ودي بتاثر على الجهاز التنفسي خصوصا للاطفال اللي هم عندهم، في اطفال عندهم قابليه للربو اللي بيسموه مجازا حساسيه الصدر. فاي حد عنده قابليه مع التهابات متكرره في الجهاز التنفسي العلوي، الحاجات دي طبعا بنسميها مهيجات الحساسيه. دي طبعا هي يعني عامل رئيسي في الامور دي، وطبعا اهمها التدخين طبعا. شكرا لك دكتور خالد احمد الحسنان، اختصاصي طب الاطفال في مستشفى الزهراء، كنت معنا مباشره من دبي.